رفيق رسالة. هل حل بنا زمن الرحيل لنفسح المكان لشباب القادم؟ أو هو نداء الأحبة الذين سبقونا ليلتئم الشهر؟ كلنا يعلم أن العد التنازلي لا بد منه ولا مهرب، غير أننا لم نكن ننتظر قدومه بأسرع ما توقعنا. سن 70 لم يعد سن المغادرة ونحن في 21، ولكنك اخترت أن تقتطع التذكرة دون انتظار. ولست أريد أن أناقشك الأسباب، فأنت الأعلم بما تقتضيه شروط الأنفة وعزة النفس. رفاقك وأصدقاؤك الذين يعرفون عنادك سيدركون حتما معنى كلماتي، ورجال البوليس أيضا يعلمون ذلك، وهم الذين وقفوا مشدوهين أمام شاب في مطلع العشرينيات يسلط عليه كل أنواع التعذيب والوجع بما يفوق طاقة البشر، وهو ينظر إليهم صامتا لاعتقاده بأن وجودهم أصلا غلطة لا تغتفر، وأنه قرر أن لا ينبس ببنت شفاه، وأن لا يعطي رفاقه، وأن لا يفلت منه أي صوت أو تأوه قد يثير غبطة ما لدى جلاديه. هو ذا أنت يا صدر. ثم مرت الأيام وجاءت الثورة حاملة وجه لينا، فكان الصادق حاضرا وهو مدرك أن زمن جيل آخر قد حل، وكانت تلك الصورة التي يحتضن فيها رجلي لينا ليثبتهما أكثر إلى الأرض ويسندها بكل جهد، في حين كانت تمارس نضالها بالتصوير الفوتوغرافي والشهادة والانغماس الميداني في جميع أنحاء البلاد واقتحام العالم الافتراضي لتكتب رواية أخرى عن الثورة وعن مطامح الشباب، وتخوض معركة افتكاكها من براثن ثوار الساعة 25، وتخوض معركة وقوى التراجع إلى الوراء بمسيرة البلاد ووضع الحواجز أمام آفاق الحرية والديمقراطية والعيش المشترك. في الصورة أيضا ثلاثة أشخاص آخرين كان يسندانك أنت ولينا، ولم يظهر في الصورة كما هو الشأن بالنسبة لجنود الخفاء، وهما زوجتك أمينة الأبية وابنك أمين وأخوك فرحات. رفيقي صادق، لقد كنت من القلائل الذين فهموا أنه إن كان لجيلنا من اليسار التونسي وتحديدا جماعة برج الرومي دور ليلعبوه فهو دور تمرير المشعل ونقل التجربة والمساعدة على بروز وجوه شبابية جديدة في تناغم أفضل مع عصرها. كما أدركت صحبة البعض من رفاقك أن ما عقب 17 ديسمبر 14 جانفي من تقلبات وهزات ونجاحات وانتكاسات لئن دل على شيء فهو يدل على أن ثورة سياسية مهما على شأنها لن تطول أنفاسها ما دام عمقها الاجتماعي لم تطله الثورة، وما دامت لم تسبقها أو على الأقل لم ترافقها ثورة ثقافية حضارية تمس الأذهان وتغير السلوكيات والرؤى والتصرفات والأذواق والمفاهيم. ليس غريبا إذن ما قمت به صحبة لينا أو ما قامت به لينا بمساعدتك أنت في تأثيث السجون بالكتب ونشر المعرفة حتى في الأماكن المنسية تماما دون ذكر جميع الأنشطة والتحركات الأخرى التي قمت بها. رفيقي العزيز، لن أطيل عليك أكثر، ودرجة الحرارة الآن تتجاوز 40 بكثير.
كنت أود أن نكون جالسين صباحا حول قهوة ودرجة الحرارة مستقرة في 37.2. يبدو أنها ساعة الصفاء والحب والسكينة على ما يقال. وعلى كل، أنا متيقن أنك ستجدها مع لينا التي تنتظرك، ومع نور الدين مخضر ورشيد بللونة وأحمد بن عثمان وفتحي المسدي والهاشمي الطرودي ومحمد بن جنات وصالح الزبيدي وجميع من سبقونا. سلامي إليك وسلامي إليهم، ولكم جميعا برد الثرى وسكينة القلوب.